لما الكهرباء بتنقطع باستمرار، لما بيئتنا عم تحترق، لما نسبة التعليم عم تتدنى، لما نظام الرعاية الصحية بينفقد، لما هجرة الأدمغة بتزيد، برنامج واحد عنده الحلول. بكل حلقة من برنامجنا بنطرح موضوع اجتماعي سياسي وبنستقبل أصحاب القرار من جهة ومجموعات الضغط من جهة أخرى. لما الضعف بيتحول لقوة تعبر فيه عن حالك وتقول أكيد فينا، مع فيوليت خير الله سلوى، الجمعة 9:15 المساء على الام تي في.